ايدي من قلبي موسم ثاني بافكار مجنونة صوت الضحكة ما اقدر اخبي اجتماعي ثقافي لو تبي رياضي تجلس تشوف لو ما انت فاضي من سنة وانت تتابع لين صار عادة اترككم للفلة استمتعوا يا سادة ما في خبرك ميسيو قديشني مبسوط شخصيا لانه انت هلقها وما في خبرك قديش مبسوط انه الشركة نقتك انت ميسيو فتيل تتعمل الموديل للمنتج تبعنا هالسنة اشكر ثقتكم ودعوتكم لي وتقديركم لي بس حبيت اعرف وش مميزات هالمنتج سؤال بيعقد من انسان بيعقد هلا فيك تقول الحيوية يعني إذا بدك النشاط في كلمة عايدة بتقولوها بتحبوها كتير شو هي؟ عنفوان لا 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 ما الله يبعدنا عن العنف لا نضارة فيك تقول نضارة وإذا بدنا نحكي عن النضارة يا خي ملا طلي ملا بسمي ملا ساعة زرقة شو هيدا؟ أنت النضارة يا خي عفواً أنت بس شفت الزراق بس هذا وما شفت الصفار المحيط حول المقسمي هلا أنا بعتذر منك مسيو فتيل أنا بشوف من زاويتي طيب يا ريت تكلمني عن طبيعة المنتج هذا ومميزاته وكم راح تدفعوا لي فلوس هيك فتنا بالجد هيدا المنتج يا خي ونحن حاطين أزا بجت 30,000 دولار مسيو فتيل هذا وشو ذا؟ أنا فتال تبيني أسوي علاج هذا؟ وب30,000 دولار؟ أنت تدري إن شركة فوتوجينيك دافعين لي 50,000 دولار بالضبط؟ يا خي القصة قصة مصاري هلا بنحلها بنحكي مع الشركة بتزود 10,000 دولار مانا مشكل 40,000 دولار إلك مسيو فتين 60,000 دولار وذوق الطعم دوب هذا وشو ذا؟ حبحب هلا تيني انا ما بعرف شو هو الحبحب بس هيدا توت بري لا ما احب التوت البري تحديدا يجيب لي حرقان سلامة قلبك هذا وشو ذا؟ فراولة لا الفراولة زين باخذ الفراولة ممتاز هذا وشو هذا؟ هيدا بادي كريم للجسد جسد الانثى لا هذا خللك عاد هذا جاي طقم مع التيشيرت حقك تفضل حبيبي شو مهضوم يا خي شو مهضوم بتعقد دن مبروك مسيو فتيل معتز تبقاش ماشي في الحارة ومنافش ريشك أبوك الأبضايت الأخرنج اللي بده يجيب على أمك ضرة وفرنسوية لك أنا بتجوز لأمك ماله إلا لأمك بقول لك أبو بدر جوتين موبي بالفرنساوي يعني بحبك روق أبو بدر روق روقها تتشاطروا علي شنو أنا لحالي إيه الله يرحمك يا خالي أبو شهاب الله يرحمك لك طز فيك وفي أبو شهاب لك مرت لخالك لو اتجوزت انا لهلا مخلف منها 10 اولاد العب منه مو منها ويلي بده يتحدى هي الحارة من هدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى خالي شهيد ابو شهاب فوزية شو رجعك خالي كاتب رجعني كراس ابو بدر وشلون رجعك مزاج مود واجا رجعني يبي يطلع له ابو بدر واللي خلق الكون في 6 ايام اللي افرجيك من اللي بخلف يا ابو بدر ايوه
هيني رجعت. شلون رجعت؟ كنت في افغانستان اشتغلت شوفير جرافي 6 شهور وبعدها بلشت الحرب. يا عيني عليك. والله لا يفرجيك شو صار بخالك. شو صار؟ بلش الطخ، ركبت على حصان وقلت يا فكيك. لقيت واحد جريح حطيته وراي بالطريق بساله يا قبضاي من وين القبضاي؟ مين القبضاي؟ اللي بقول لي محسوبك ايمن الزواهري. صادق. وقال الكلمه من هون وانا بنطلوني مبهل من هون. شخيت تحتي من الخوف. طيران، قصف، ايش ما صار سهير خالي. المهم الكاتب قرر انه ارجع. طفحت المجاري في السجن، قطيت راس وقلت يا فكيك. مسكت مدير السجن اسمه ستيف، قلت له اللي خلق الكون في 6 ايام. اي ولدي خلق الكون في 6 ايام مين كنت تتقبلوا علينا؟ ولكم اطلعوا من راسنا. من القبضاي. من القبضاي؟ القبضاي مشاهد غبي بصدقك انت وياه، بصدق كذبكم. ولك عامل لي حالك عقيد حاره. طيب الناس الناس, الناس مش ياجي تاكل الخبز، وانت الثاني عامل لي حالك رامبو يا اخويا. عامل لي حالك رامبو. ولكم الدكتاتوريه راحت انتوا جايين ثبتوها عنا. ولك الواحد في الوطن العربي بس يلاحق يسدد قروض. وانت فريال حبلت وسعاد اتطلقت. مالي ومالها يا اخوي لسعاد انا. تروح تشتغل سكرتيره ب $500 وتساعد جوزها بتسديد القرض. ولكم سوريا والعراق ومصر وتونس بايش؟ وانتوا بايش؟ الوطن العربي بايش؟ وانت بايش؟ انت وياه. يا اخواني امشي امشي، بتتهبلوا علينا يلعن ابوكم. مالك قبضاي؟ بدي اياك بزوز كلام. زوز كلام؟ تفضل يا اخوي. بلاقي معك 5 ليرات 6 ليرات لبكره؟ مين لي يا اخوي 5 ليرات؟ خلي الكاتب يعطيك. ليك مالك ساعة تضرب شعارات سوريا والعراق ومسوي حالك جيفارا؟ امشي لخليك شعاراتكم. امشي لعنى بأشكالك. خذ الشنب. تأسف. خذ الشنب تبعك. عراق وسوريا مسوي حالك جيفارا؟ بدنا نشتغل، بدنا نعيش. إذا الجمهور خالص وهبل شو نعمل له؟ بدنا نشتغل يا زلمة. هي لسه أحسن منا وسميرة سعيد.
اخوانا ظاهرة التحرش اصبحت في مصر فضيحة فضيحة. كل واحد لا مؤاخذة عندي بلغم، كل واحد النهاردة ما بيفكرش ان عنده اخت، ما بيفكرش حتى ان عنده ام. النخوة والرجولة انتهت. وانا نازل النهاردة من فيصل كنت في زيارة، لقيت واد ماشي على عربية ترمس. ايوه ماشي على عربية ترمس بيشقى. قلت واد محترم بركب عربيتي لقيت ايه؟ قولي لقيت ايه؟ بنت ماشية محجبة محترمة محتشمة. فبتسأل الراجل بتاع الترمس على باكو ترمس. هتسأل مين يعني؟ هتسأل أمي؟ ما هي راجل بتاع ترمس ماشي بعربية ترمس. سألته بكام يا عم الترمس؟ يوم قايلها ايه القذر؟ الجزمة. هوريكم النخوة والرجولة. أنا ما سبتوش، أنا جبته عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. البه بتاع الترمس أهو، أدي البه بتاع الترمس. إيه يا عز؟ ده أنا هوديك هفضح أمك في كل حتة. انزل تحت تاني. يحصل إيه؟ الواد يروح غامز لها وعامل فيها فيتك قوي. بص ده كان لون، اطلع فوق اطلع فوق. الواد ده كان لونه أبيض والنبي كان لونه أبيض، لكن أنا سودت وشه. وعايز كل شاب فيكم يشوف حد على عربية ترمس يعمل فيه اللي أنا بعمله ده. ليه؟ لأنه عاكس البيت. اتحرش بيه. انزل تحت تاني. اتحرش بيه يا مؤاخذة، وعمل اللي محدش يعمله. لما واحدة محترمة هي بتقول ايه يا عز؟ كفاية كده؟ طيب نخرج لفاصل وبعد كده نواصل. خرجنا؟ يلا اديله 50 جنيه، اديله 50 جدع يا ولد، يلا يلا.